السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. مشاهدينا، نبدأ هذه الحلقة بتهنئة منتخبنا العراقي والشعب العراقي بشكل عام بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد. هذه لقطات مباشرة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لاحتفالات الجماهير العراقية المتظاهرون تحديدا في الساحات وسط بغداد بفوز المنتخب، فنشاهد. أهلا بكم من جديد. طبعا مشاهدينا الكرام، كما تعلمون الإنترنت فيه مشكلة في العراق، نحاول الآن إيجاد بث مباشر بشكل أوضح حتى تشاركونا ونشارك مع حضراتكم هذه اللقطات السعيدة بالنسبة للعراقيين بهذا الفوز. فيه معاني كثيرة وفيه دلالات كثيرة كذلك، وليس فقط فوز في كرة القدم على أي منتخب عادي، هناك أبعاد كثيرة يحملها هذا الفوز بالنسبة للعراقيين، أبعاد معنوية بشكل كبير. نكرر التهنئة طبعا للمنتخب الوطني العراقي بفوزه الثمين الذي تصدر من خلاله مجموعة، وبذلك هو يقترب شيئا فشيئا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالدخول إلى التصفيات النهائية. طبعا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في منبر الرافدين. نذكر حضراتكم أنكم بإمكانكم أن تشاركونا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا كان بودنا أن نستمر بهذه اللحظات السعيدة، لكن البرنامج والمواضيع اليوم مهمة كذلك بقدر أهمية هذا الفوز، بل هناك أهمية أكبر أيضا، وهو الوضع الآن في الشارع العراقي وكذلك التطورات الحاصلة بالنسبة للمظاهرات وثورة تشرين وكل هذه الأحداث التي مرت خلال الأسبوع الذي مضى، وكذلك منذ انطلاق الثورة وحتى هذه اللحظة. اليوم سيكون العنوان هو ثورة تشرين ومحاولات شيطنتها. هناك الآن حديث دائر بين السياسيين الموجودين في المنطقة الخضراء وكذلك الممثلين عنهم والناطقين باسمهم، محاولات مستمرة وهي ليست بجديدة حول قضية شيطنة المظاهرات والاتهامات الموجهة إلى المتظاهرين بشكل مستمر من قضية أو من قبيل المندسين ومن المخربين والمتدربين على قتال على مستوى قتالي عالي وصانعي المتفجرات وغيرها من هذه الاتهامات التي وجهت إلى المتظاهرين السلميين الذين طبعا أثبتوا هذا الشيء للعالم ولا يحتاجون إلى إثباته للسلطة الحاكمة، فهم بغنى عن هذه السلطة الحاكمة وعن وجودها.
لكن نتطرق إلى هذه النقاط المهمة التي نود أن تشاركونا بآرائكم حولها. لماذا تستمر هذه السلطة الحاكمة بمحاولة شيطنة الثورة ومحاولة شيطنة المظاهرات بالعراق، إطلاق هذه الاتهامات على المتظاهرين بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وكذلك إن كانوا ليسوا سلميين كيف تمكنت هذه الممثلة الأممية جينين بلاسخارت من الدخول إلى ساحات التظاهر والخروج وهي بكامل صحتها وعافيتها ولم تتعرض لأذى رغم موقفها السلبي تجاه المظاهرات وتجاه المتظاهرين؟ لو كانوا فعلا مخربين وكان هناك مندسين، لماذا لم يعتدوا عليها أو يعتدوا على النساء الموجودات في المظاهرات أو على الأطفال الذين شاركوا أو على الممتلكات العامة التي هي ممتلكاتهم إذا كانوا فعلا كما تقول السلطة الحاكمة مخربين؟ معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظك أخي محمد. العراق طول عمره سلمي، يعني العراق عظيم بأساسه، يعني بالأساس مالته هو عظيم. نعم. يعني الله إن شاء الله ناصره. يعني هسه شوف العراق، يعني ترى ما يأذي، والله ما يأذي العراقي، الناس شرفاء وناس كرام وناس يعني غيرة حقيقية، ما تلمسها عند أي ناس. هسه ما يقولوا متظاهرين مؤذون، هذا كله مو غير صحيح. يعني مسالمين هم يدون حقهم. ليه انتوا يعني محمد اخوي اتحملني، يعني الجيش المفروض يحس بالشعب اذا هو من الشعب، ليش ما يخليه ياخذ حقه؟ ليش يصيرون ويا الظلمه؟ يعني انت من عندنا يا عسكري. نعم. يا جندي، يا ضابط، يا قائد، المفروض تكون ويا شعبك. انت ليش يعني تظلم شعبك وتأذيه؟ نعم. هم دول مبرمجين اخي. يعني انا بنظري الخاص بي، انا اقول اي واحد يواجه الشعب العراقي بالسلاح هذا عدونا. نعم. بس نتمنى يعني الاخواننا، انا ما اقول اخواننا، ان شاء الله يكونوا اخواننا، بس اقول لهم هذول شعبكم، يعني لا ايران تضحك عليكم وتخليكم لعبه بايديهم. نعم. ترى اراده الشعب لازم تنتصر، يوم يوم يومين 10 100 تنتصر اراده الشعب، لان يعني الظالم يظل عمره طول عمره جبان وخاتل بالسبتتين. بس العراقي. طيب. الحقيقي الاصيل يواجه التحديات هاي. نعم. شكرا ابو حسن، كنت معنا من بغداد. نقرا بعض الرسائل التي وردت مشاهدينا الكرام. احد المشاركين طبعا يقول مبروك للعراق، لعراق الرافدين، عراق دجله، عراق الفرات، ارض الانبياء وارض الاولياء، نصر بعد نصر، وارسل صوره للنتيجه النهائيه لفوز المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم على المنتخب الإيراني. يقول أحد المشاركين احنا اليوم فوزنا أغلى من الكأس والله، والحمد لله كسرنا خشوم بهذا الفوز العظيم. ووصلت رسالتنا مريم أحمد جاسم من بغداد، شكرا يا مريم. طبعا مشاهدينا الكرام هناك من يحاول أن يتصل بنا عبر خدمة الواتساب، نذكر مشاهدينا الكرام أن هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، هي فقط متاحة لإرسال الرسائل النصية. من يريد أن يتصل هناك أرقام مخصصة لذلك بالبرنامج. يقول أحد المشاركين السلام عليكم أستاذ محمد، مبروك النصر لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله النصر كذلك على الحكومة الفاسدة، تحياتي أبو تيم من بلجيكا. طيب مشاهدينا طبعا كما تلاحظون الآن هذه اللقطات، إذا كانت هذه لقطات بث مباشر، لقطات حية من ساحة التحرير لاحتفالات العراقيين بفوز المنتخب الوطني العراقي على المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 كما تلاحظون. سل النفس بالآمان.
سما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضل. إذن مشاهدينا الكرام، كما تتابعون هذه احتفالات الشعب العراقي بهذا الفوز المهم بالنسبة لهم من الناحية الرياضية ومن الناحية المعنوية كذلك، فوز مهم للغاية على المنتخب الإيراني. معنا السيد أبو محمد، تفضل. السلام عليكم أبو محمد من السماوة، تفضل، حياك الله أبو محمد. الله محييك استاذ محمد، شلونك؟ شلون صحتك؟ حياك الله ابو محمد. رايك ابو محمد بالبدايه بهذا الفوز حلي بالنسبه للمنتخب الوطني على النظير الايراني؟ والله يعني ما تقول فوز، يعني تقول يعني انتصار. الله شاهد الفرحه عندنا هنا بالقضاء، قضاء رميت الناس كلها طلعت لبر، الرمي، الاحتفالات، الاهازيج، الاغاني الوطنيه والاغاني الاحتفالات مناسبه فوز منتخبنا. نعم يعني فرحه كلش كبيره، وحتى الناس انا التقيت بها سالتها يعني من زمان ما فرحانين هيك فرحه، يعني صار لنا وقت طويل كلش يعني ما فرحانين هيك فرحه. نعم محمد، اريد ايضا هسه اعرف رايك ب الوضع الحاصل الآن بالنسبة للمظاهرات، يعني خلينا نتكلم شوية هيك وشوية هيك. نعم صار هي صار تفضل. المظاهرات احنا مستمرة عندنا بالمدارس. نعم المدارس طبقت هذا الضباب العام والتضامن ويا الجماهير المنتفضة والموجودة في ساحة التظاهر عندنا. نعم. في قضاءنا قضاء رمعت وايضا بالسماوة ايضا نفس الحالة. نعم. وفي قضاء الخضر ايضا نفس الحاله، فكل الساحات عندنا هسه محتفله حاليا بمناسبه فوز المنتخب العراقي. نعم. رايك وردك على ما يقال عام يعني رايك على ما يقال حكوميا ويروج ان هذه المحاولات كما تستمع وحضرتك متابع اكيد ان هناك مندسين مخربين، هناك من هم متدربون على تدريب قتالي عالي، وهذه الاتهامات الحكوميه والمحاولات المستمره لشيطنه هذه الثوره. نعم. بماذا ترد على ما يخرج من الحكومه سياسيا؟ نعم الحكومه فقدت كل شيء، ما عندها اجابه، ما عندها اي شيء تحارب به المتظاهرين، تحارب به الشعب، فبدت تطلق هاي الاشاعات وهاي تروج لهذه الامور الغير صحيحه ولا موجوده اصلا والله العظيم. لكن شو تقول يعني اللي هم الخايبين دول الخاسئين اللي ان شاء الله بعون الله ينتصر عليهم الشعب بقوته وقوه الله سبحانه وتعالى. فاحنا ما نصدق بهذا الحكي، ومستمر التظاهرات ومستمر الناس المتظاهرين بهذا الانجاز العظيم، ان شاء الله يكون انجاز عظيم للشعب. نعم. فوزنا وانتصارنا بيوم اللي يعني ايضا نحتفل باقاله هاي الحكومه ونتخلص من عدها. فاحنا هنا شارع يحتقن جدا. نعم. من الوجود الايراني ومن التواجد الايراني، وهسه ابرز دليلها وهاي فرحتنا فرحه الشارع. نعم. يعني السيارات محتفله، المسجلات شكل لك يعني حتى. نعم. الالعاب ناريه عندنا هسه تلقون عندنا بالساحات. لكن يجب ان يكون هناك حذر بهذه الامور حتى لا تستغل حكوميا ابو محمد. يعني قلت لك من زمان ما الناس. نعم. نعم نعم. اشكرك ابو محمد، كنت معنا من السماوه. مشاهدينا الكرام، نود ان نشاهد مع حضراتكم الان هذه هي كانت مؤازره طبعا من الشعب النجفي، اهالي النجف، محافظه النجف، قبيل المباراه التي جرت بين المنتخب العراقي والمنتخب الإيراني لكرة القدم، فنشاهد. Oh, my God!
كما تابعت المشاهدين الكرام، وكأن كان هناك تنبؤا بما سيحصل للمنتخب الإيراني من المنتخب العراقي. طبعا قدم أداء كبيرا المنتخب العراقي بغض النظر عن النتيجة، قدم أداء كبيرا مبهرا وأقنع الشارع العراقي والمتابعين بهذا الفوز وهذه النتيجة. وكما تلاحظون هذه اللقطات المباشرة، لاحتفالات الجماهير العراقية من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، احتفالات تعم الشوارع الآن في كافة المحافظات العراقية، ليس فقط في بغداد وليس فقط في ساحة التحرير. فهو فوز لجميع العراقيين بغض النظر أين كانوا وأين يتواجدون الآن. هذه اللقطات المباشرة كما تلاحظون نشاهدها الآن مع حضراتكم، تأتينا من بغداد مباشرة بهذا الشكل الجميل. طبعا وهذه الاحتفالات الجميلة التي كما تشاهدون هي تعبر عن فرحة كبيرة للشعب العراقي. وكما قلت لكم مشاهدينا الكرام قبل قليل، هذا الفوز ليس فوزا عاديا، هو يحمل معاني كثيرة وله أبعاد كثيرة من الناحية المعنوية، من الناحية النفسية، وكذلك حتى يقدم هذا الفوز مؤازرة بشكل كبير إلى المتظاهرين والثوار في العراق الآن. ثورة تشرين تحتاج إلى هكذا نصر، حتى وإن كان على الجانب الرياضي، لكنه مهم، مؤثر، محفز بالنسبة للجماهير بهذا الشكل الكبير الذي نشاهده الآن. صور جميلة جدا طبعا من العاصمة بغداد، فلنتابع ونستمع مع حضراتكم الآن. إذن مشاهدينا الكرام بهذا الشكل، طبعا كما نقول لحضراتكم هناك مشكلة طبعا بالبث بسبب صعوبة الوصول إلى الإنترنت واضح وغير متقطع في العراق، وهذه مشكلة طبعا يعاني منها الجميع، لكن نحاول قدر المستطاع كل ما جاءنا بث مباشر مقاطع حية من داخل العاصمة بشكل واضح نبثها لحضراتكم لكي يشارك الجميع فيما يحصل الآن في العراق من احتفالات كبيرة تعم الشوارع العراقية. معنا السيد أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك أخي محمد وأهنيكم وأهني الشعب العراقي بعد الرافدين طال عمرك. أول شيء بالنسبة حق نطرق إلى موضوع المظاهرات، بالنسبة ما تصرح به وزير الدفاع اليوم ينفي عن الحقيقة، يقول طرف ثالث، طرف ثالث من مسؤوليته؟ نعم. وزير الدفاع قدم استقالتك يا أخي، حدد الطرف الثالث منه، من الملثمين؟ زين انت رئيس مجلس الوزراء يقول ان في 150 عسكري موت، من هم ال 150 العسكري هذول؟ هل هم من الميليشيات؟ هل هم من الاحزاب؟ حدد. وشكرا ويعطيك الف شكرا ابو راشد. محمد من نينوى، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اقول لك هسه نطالب شغله المساجين. شلون محمد؟ شغله المساجين يعني البتادي. نعم. والله ابوي صار له من 2010 مسجون ظلم. والدك؟ اي والله، ويعني طالب شغله المساجين يعني ظلم، كله ظلم، ماكو يعني ولا مجرم ولا، كلها ظلم بس سجون. نعم. ايه يعني نريد يعني حل هالمساجين، والله العظيم احنا يعني صغار. نعم يا محمد، واشكرك على هالبحث. شكرا محمد، شكرا، اتمنى صوتك ورسالتك تكون وصلت. وطبعا هاي المشكله هي مشكله مهمه وملف مهم موجود في العراق، ملف المعتقلين والمغيبين قسريا على يد الميليشيات والقوات الحكوميه. هذا ملف من الملفات الكبيره والخطيره التي تقود العراقيين الى الخروج بهذه الثوره من اجل تصحيح الأمور وتصحيح هذه الكوارث التي جاءت مع حكومات الاحتلال. ملف السجناء والمعتقلين ملف مهم للغاية، ولم يعالج ولن يعالج في ظل وجود هذه الحكومة التي لم تصلح ولن تصلح أيضا للعراقيين كحكومة تقود هذا البلد العظيم، هذا البلد الكبير، إلى مصاف الدول المتقدمة. بل بوجودها نرى ما نراه الآن، وضع العراق ووضع العراقيين بهذا المستوى السيء للأسف. إذن هذه لقطات مباشرة أيضا مشاهدينا الكرام نشاهدها مع حضراتكم، احتفالات من مدينة النجف هذه المرة بث مباشر.
بفوز المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم على منتخب إيران بهذه الصور الجميلة وهذه الاحتفالات، فلنستمع. طاهر غزال تعال خلينا نشوفك طاهر. سيارة ما عندك تعال خويا بيتكم قريب شنو السالفة؟ طاهر تعال لك انا على الشارع. ما راح هناك خويا الهوس هناك.
ولك شعوطة تاير. الضبوط لا على البث المباشر راحت ضربه جيجات هذا جاي فحص كتمنا. مشاهدينا كما تتابعون هذه اللقطات الاحتفالات الشارع النجفي بالنسبة لفوز المنتخب الوطني العراقي على منتخب إيران، أو كما يقول الآن العراقيون فزنا على الحكومة، في إشارة إلى هذه الحكومة المنتمية لإيران قلبا وقالبا وفكريا وسياسيا وفعليا على الأرض. هذا هو الصوت النجفي، هذا الصوت العراقي بشكل عام عندما يحتفل، وفي أي لحظة إن كان احتفالا أو غير احتفال هذا ما يخرج من لسان العراقيين. الحكومة هي جزء من إيران وإيران هي جزء من هذه الحكومة، واليوم الفوز لم يكن على المنتخب الإيراني من وجهة نظر العراقيين المحتفلين المتظاهرين الآن، كان فوزا على هذه الحكومة كما يقولون الآن، واستمعتم فوز على الحكومة هو فوز على إيران، نفس الهدف ونفس المعنى ونفس الدلائل على هذا الفوز. طيب نستمع إلى السيدة أم أزهار من بغداد. أم أزهار أهلا بك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي هذا المنبر العظيم وعامليه، بالنسبة وأهني هذا الشعب العظيم. نعم. اللي فاز على إيران بالضبط، فاز. نعم. على إيران. منا احنا طالعين مظاهرات ومنا شبابنا يلعبون كره وفازوا على ايران. نعم. وان شاء الله الفوز العظيم على هاي الحكومه الفاسده وايران الحقيره. ويشوف بغداد شوارعها وهذا المطعم الاحرار كل قاموا اضويه ومن هالملاعيب يسووها مال اضويه والسيارات والعالم وكل العوائل طلعت في بغداد. نعم. في من فرحتها هجت فرحتها وكانما النصر ان شاء الله ان شاء الله النصر العظيم على هاي الحكومه وعلى ايران بالذات، لان هاي الحكومه هي ايرانيه وايران هي تابعة
الحكومة، وإحنا إن شاء الله نتخلص من هاي الحكومة الإيرانية، وإيران بالذات نسحقها سحق، وهذول الحفلات اللي جابوا لنا إياها، وإن شاء الله النصر الدائم دائما إلى العراقيين والعراق العظيم. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار، كنت معنا من بغداد. معنا السيدة إيمان من الولايات المتحدة الأمريكية. تفضلي يا إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف 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 إيمان. أي نعم. تفضل يسمعك. أول شيء بالنسبة لشيطنة المتظاهرين. نعم. أولا قبل شيطنة المتظاهرين، رأيك بهذا الفوز؟ أوه ماي جاد، يعني في يعني شو اقول لك، الفرحه ما تقدر تتصورها او تقدرها. نعم. وهذا فوز فعلا على الحكومه اللي هي نفسها تقول على نفسها فاسده. نعم. شنو رايك، ما هو تاثير هذا الفوز بالنسبه لمعنويات المتظاهرين وكذلك العراقيين بشكل عام؟ طبعا قاعده اشوف انا الاحتفالات هاي، فالله ربي ينصرهم بعد النصر. نعم. طيب بالعودة إلى شيطنة المظاهرات يا سيدة إيمان، تفضلي. نعم، هم أساسا إذا ما يشتكون يقولون على نفسهم حكومة فاسدة. فشلون دا يشيطنون الشيطان، شلون يشيطن الشيطان يعني؟ يعني الآن سيدة إيمان، الآن هذه الاتهامات التي هي ليست جديدة طبعا على هذه السلطة، سواء حكومة عبد المهدي أو المالكي أو العبادي أو أي حكومة جاءت بعد الاحتلال، كل ما خرجت مظاهرة كانت الاتهامات جاهزة وحاضرة، أنهم خلايا نائمة، أنهم مندسون، أنهم ممولون من الخارج، مدعومون أمريكيا إسرائيليا، رغم أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بهؤلاء الذين يحكمون الآن في السلطة، هي التي حمتهم بطائراتها في القتال ضد تنظيم الدولة أو في أي عمليات عسكرية، هي التي دربتهم ولديها قواعد عسكرية، ومع ذلك يتهمون المتظاهرين أنهم أتباع أمريكا. طيب هذه الاتهامات المستمرة، ما الذي تعول عليه الحكومة؟ ما الذي ترجوه الحكومة من هذه الاتهامات أن تأتي بثمارها؟ ما عندهم ولا أي شيء، وأقول لك اللي استحوا ماتوا، بس هذول ما يستحوا. نعم. يعني أكثر ما يصف نفسهم بالفاسدين، يعني شنو بتوقع من عندهم؟ إذا هم خليني بس يعني شغلة بالنسبة لعبد الكريم خلط. تفضلي. اللي قاعد ما شاء الله عنده بعد نظر، وقدر يرصد إنه جبل في تصنيع حاضر. أعمى وبصيرة قدام الناس اللي قاعد يشوفون بيقوم بيها، واللي العالم كله دا تشوفها قدام عينهم. نعم. إذا هذول ما قادرين يصرفوا عليهم، فخلي يعوفون الدفة، شعبنا هو يقدر ينظف الفساد اللي هم ناس في المكان. نعم. وشكرا جزيلا. شكرا إيمان، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. السيدة أم علي من البصرة تقول السلام عليكم، أرجو المشاركة معكم. تفضلي يا سيدة أم علي، لك مطلق الحرية بالمشاركة في أي من أي مكان تودين، إن كان من الواتساب أو من خلال اتصال بهواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامك. ولدينا رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله، أول شيء مبروك لشعبنا الفوز على الفرس المجوس، وإن شاء الله النصر، بس الله يستر من الليلة من ذيول إيران. أم عبد الله من البصرة رسالة تقول ألف مبروك لمنتخبنا العراقي، ويا رب تكمل الفرحة بالنصر للمتظاهرين الثوار من النجف العمان، واليوم نشعل إيران. تحياتي فاطمة من النجف. شكرا يا فاطمة. رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا منذ بداية أكتوبر تشرين ولغاية هذا الشهر، لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران برا. رسالة كذلك، أو سيدة أم علي من البصرة. أم علي إذا كنت تسمعينني لا أعلم، لكن خدمة الواتساب غير متاحة للاتصال، هي فقط للرسائل المكتوبة، فبإمكانك أن تتصلي بنا أو تكتبي الرسالة إذا كنت لا تستطيعين الاتصال. السلام عليكم.
يقول قناة الرافدين هذه في الرمادي في شارع 17، ما هي تحديدا؟ ما هو الذي في الرمادي؟ أيضا رسالة من ألف مبروك، يقول ألف مبروك المنتخبنا العراقي البطل، يا رب يوم ينتصرون على إيران. أخذكم أم أحمد من قطر. شكرا يا أم أحمد، عيد كلامي. طيب رسالة أخرى يقول أحد المشاركين، السلام عليكم، تحياتي لقناة الرافدين الموقرة، وألف مبروك الفوز للمنتخب العراقي، وإن شاء الله الفوز بإقالة الحكومة الفاسدة غافل الحاتمي. شكرا يا سيد غافل. أيضا رسالة طويلة جدا، أعتذر عن قراءتها، رسالة طويلة جدا. طيب من معنا الآن؟ السيد أركان من بلجيكا، تفضل يا أركان. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا بداية نهنئ أنفسنا وشعبنا العراقي المظلوم البريء الحر بفوز منتخب الشعب العراقي الوطني على منتخب ملالي طهران للإرهابيين وذيولها في الحكومة العراقية المسماة للحكومة العراقية في بغداد. طبعا اسمح لي، موضوع اليوم هو تصريح المكتوب كتابة من المجرم الإرهابي عادل عبد المهدي بشأن قضية المختطفين الأبرياء ومن بينهم المجرم السارق اللواء ياسر عبد الجبار عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. وقال فيه عبد المهدي علنا: لقد خطف في وضح النهار في منطقة الجادرية، بينما منطقة الجادرية مكتظة بالمسؤولين الفاسدين والقوات الأمنية، ويطلب بكل إذلال الإفراج عن المختطفين ليرى العالم ويسمع أن هناك في هذه الأرض حكومة تترجى خاطفيها وغير قادرة على حماية المواطنين ومتمسكة بالسلطة بعد أن رفضها جميع أطياف الشعب العراقي. وأتساءل في وسط أي عصابة يعيش الشعب العراقي المظلوم ويخرج علينا من الناطقين باسم المجرم عادل عبد المهدي بأننا نحمي المواطنين ونوفر لهم الخدمات ولا نطمعهم، بل هم من يقتلون بعضهم البعض، أي هم الناطقين يقولون الشعب العراقي يقتل بعضهم البعض، وهذا كلام يصدر من هؤلاء السفهاء المجرمين. ولكن نقول لهم أيامكم باتت معدودة، وهنيا للشعب العراقي بعد هذه. سيد أركان، على ماذا تعول حكومة بغداد في أو حكومة المنطقة الخضراء عفوا في إنهاء هذه المظاهرات؟ لا تستطيع إنهاءها أبدا، وأنا سوف أؤكد على ذلك. وليروا هم في عيون بأم عيونهم الساحات والشوارع العامة في جميع المحافظات خاصة الوسط والجنوب، امتلأت هذه الشوارع يوم بل تمتلئ يوما بعد يوم بالمتظاهرين والمحتجين الغاضبين لإسقاط العملية السياسية برمتها. وهنيئا للشعب العراقي هذه الصحوة الكبرى بوجه المجرمين الفاسدين وعدم ترك الساحات والشوارع والتمسك بها وازديادها بها بكل صلابة بعد سبات دام 16 عام. وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أركان. إبراهيم من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا نهني طبعا تهنئة خاصة للشعب العراقي والمتظاهرين بالذات، يعني نعتبر هذا انتصار. ومو بس انتصار، ان شاء الله انتصارنا على هذه السلطة الفاسدة اللي ارتكبت جرائم شنيعة بكل أنواعها، من تجارة أعضاء، من قتل الخدج، من تسميم الشعب العراقي، من قتل حتى الحيوانات. ما خلوا شيء يعني. ونقول لهم أنه هذا الانتصار إن شاء الله يوصل لكل واحد يحب العراق. جماهير النجف تقول الشعب فائز على الحكومة، يرددون هذه الهتافات. برأيك الآن يعني ماذا يقصد المجتمع العراقي عندما يخرج بهذه الهتافات؟ الشعب فاز على الحكومة. هذه صحوة، يعني أنا أعتبرها صحوة. الشعب العراقي صحة، كانوا مضروبين مخدر من إجوا الاحتلال، جابوا دول الحرامية كانوا على أساس أنه إحنا نعرفهم كلهم دول شون جوا بالفنادق والرشاوي اللي انطوه للكونغرس والمتنفذين بالقرار هنا، ولحد الآن هم يقون رشاوي بالمليارات طبعا. اللي حتى يعني نعرفهم، بس هم مع الأسف يعني الشعب العراقي ولو
يعني صحوته كانت متاخره، بس نقول الحمد لله انه انكشف كل شيء وظهر الحق. طيب. واخوتنا احنا اللي بالنجف وبالبصره نبقى احنا عراقيين، احنا ما نفرق لا شيعه ولا سنه ولا مسيحيين ولا اكراد، احنا عراقيين معروفين بالطيبه والكرم والاخلاق. وما دول اساسا هم ساقين لا اخلاق ولا كرامه ولا اصل، هم ما نعرف منين جوي يعني. حتى يعني انا عمري 63 سنه ما سامع بالمالكي. ولا بهذا اللا قصير القامه الفتنه يعني، ما سامع بيهم دول. يعني واحنا عايشين خو انا يعني صراحه عايش صار لي حدود 27 سنه بامريكا، يعني لاجئ سياسي ترى بامريكا. يعني لا رفيجي ولا من ذول الرفحة ولا اي شيء يعني صراحه يعني. نبقى عراقيين لا مدينا ايدينا بالخيانه، واكو هوايه طيبين ترى هنا بامريكا يحبون العراق يعني موت يعني. نعم ابراهيم وضحت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الولايات المتحده، معنا نور. طيب قبل نور نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات المباشره من محافظه ديالى بالنسبه لاحتفالات المنتخب الوطني او الجمهور العراقي. مشاهدينا نتابع الآن مع حضراتكم احتفالات الشارع العراقي بفوز منتخبنا الوطني على المنتخب الإيراني لكرة القدم من منطقة الغابات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فلنشاهد. إذن مشاهدينا الكرام كما تابعتم هذه الاحتفالات من مدينة الموصل منطقة الغابات تحديدا بفوز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على منتخب إيران بهدفين لهدف واحد. معنا السيدة نور من ديالى. نور تفضلي. نور. اي نعم استاذ. تفضلي يا نور، اهلا وسهلا. نور الحربي من ديالى، اول شيء الف مبروك الفوز. نعم. وثاني شيء احييك انت واحيي قناة الرافدين بالصوت الحقيقي. شكرا. اللي دائما ويا الشعب. احنا من متابعينها يعني مو هسه من زمان، قناة الحقيقة، قناة الشعب. نعم. ان شاء الله هاي نقول مو الفرحة كاملة، هاي نصف الفرحة، الفرحة الكبيرة ان شاء الله لما تسقط الحكومة هي وعوانها المجوس دول العجم. نعم. شكرا لك يا نور، كنت معنا من ديالى، شكرا جزيلا لك، اعتذر لضيق الوقت. معنا افلاطون من بلجيكا، تفضل يا افلاطون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهني كل الشعب العراقي وفوز، واهني كل المتظاهرين بساحه التحرير، والف مبروك يا عراق. نعم. ابراهيم افلاطون عفوا،
ما يعني هذا الفوز بالنسبة لك ما الذي يمثله؟ هذا يمثل وطننا، يمثل شعبنا. فإحنا حتى إذا عايشين بغربة، حتى إذا عايشين سنوات في غير بلد، بس هو بلدنا، وطننا الحبيب، إحنا وياها وفرحانين على هذا الفوز. طيب أسألك سؤال بخصوص المظاهرات وثورة تشرين يا أفلاطون، الاتهامات التي توجهها السلطة الحاكمة إلى المتظاهرين على ماذا تدل من وجهة نظرك؟ والله متظاهرين يريدون يعيشون مثل كل الناس العايشين مثلا في أوروبا، في غير بلد عربي. نعم. عايزين مثلا يريدون حريتنا ويريدون مطالب شعب، يدرسون يقرون، يعني شباب هذولا يعني يريدون كل شيء يشوفوها ويريدون حريتهم. فهذا حكومة ساقطة. نعم. لازم يحقق مطالب الشعب يعني. شكرا يا أفلاطون. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه اللقطات المباشرة للحظة الاحتفال في ساحة التحرير وسط بغداد. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. كانت حلقة سعيدة، أكثر منها سياسية وأكثر منها تحليلية، بسبب طبعا وبمناسبة فوز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على منتخب إيران بهدفين مقابل هدف واحد. ندعكم طبعا مع الاحتفالات وهذه اللحظات السعيدة بالنسبة للشارع العراقي، ونشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. عطوان الثاني للعراق، كرة تلعب عالية خطيرة، رأسية، الله الله، خلوني أعيدها، خلوني أعيدها، قلت ولا ما قلت، قلت ولا ما قلت، افرح يا عراق افرح، افرح يا مجروح افرح. هو العراق، هكذا هو العراق، عليك مني سلام الله يا وطني، مهما دج الليل